وجاء أنه صلى الله عليه وسلم لغضبه هذا اعتزل أزواجه، قال إنه سيعتزلهن صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا. اعتزل صلى الله عليه وسلم أزواجه في مشروبة له، كان يمر على كل واحدة منهن كل ليلة في مشروبة له، أي في غرفة مرتفعة قليلا، وكان يبقى فيها صلى الله عليه وسلم وحده، لا يرجع إلى بيوته، لا يرجع إلى أزواجه. عمر بن الخطاب أبو حفصة هو الذي كان يقص هذه الحادثة هنا من هذا الموقف، يقصها ويفصلها لابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول عمر إنه كان معه جار من الأنصار، وإنهما كان يتناوبان على النزول إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يشتغل بأعماله وبيته يوما، ويذهب الآخر إلى مجلس رسول الله، وحينما يرجع يخبر صاحبه بما كان وما حصل وبالوحي الذي نزل في ذلك اليوم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعاوران على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ينزل يوما وينزل الآخر، وبعد أن يأتي الآخر يذهب إلى أخيه ويخبره بكل ما نزل. في يوم من الأيام كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في بيته، وكان صاحبه الأنصاري ذاهبا إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه وجاء في وقت المساء ويدق الباب دقا سريعا وقويا، باب عمر بن الخطاب، ينادي من الخارج: أثم هو؟ أثم هو؟ أي أهناك عمر؟ أهناك عمر؟ يقول عمر: فجئت مسرعا، ما الذي عنده؟ فقال له: حصل أمر عظيم في المدينة في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر له: ما حصل؟ أجاءت غسان؟ كانوا في تلك الأيام ينتظرون الغساسنة لأجل أن يأتوا يهجمون على المدينة المنورة، فقد ظهرت بعض البوادر من الغساسنة أنهم يريدون الهجوم على المدينة المنورة، وكان الناس يتحدثون عن هذا الأمر. لذلك يقول عمر لصاحبه الأنصاري، يقول له: أجاءت غسان؟ أي هل بلغ الخبر أن قبيلة غسان جاء لتهجم على المدينة المنورة؟ لأنه ما كان يتوقع أعظم من هذا الخبر. وقال له صاحبه الأنصاري: بل هو أعظم من ذاك يا عمر، بل هو أعظم من ذاك وأجل. قالوا: ما ذاك؟ ما هناك؟ وقاله: طلق النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، لأن الخبر حينما انتشر ما انتشر أنه اعتزل فحسب، وإنما انتشر على أنه طلق صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم حينها: خابت حفصة وخسرت، لن يتذكر إلا ابنته، وكان حصل له موقف مع ابنته حفصة من قبل. هذا الموقف وأنه كان رضي الله تعالى عنه، تعلمون طبيعة عمر، يقول عمر بن الخطاب: إننا كنا معشر قريش كنا نغلب نساءنا، أي أن المرأة مع القرشيين ما كانت تستطيع أن تراجع زوجها، ما كانت تستطيع أن تستطيل عليه بصوتها. يقول: فلما أتينا الأنصار وجدناهم أناسا تغلبهم نساؤهم، أي أن الأنصار نساؤهم يراجعنهم، أي أن الأنصار نساؤهم يمكن أن تقف أمام زوجها وأن تنقض قراراته وأن تناقشه، أما أهل قريش فيقول عمر: ما كانت نساؤنا تغلبنا. فأتينا الأنصار فإذا هم رجال تغلبهم نساؤهم، فلم تلبث نساؤنا أن تعلمت من نساء الأنصار. نساؤنا لا جئنا من قريش، تعلمنا من نساء الأنصار. يقول: فأخذنا يراجعننا. هذا الأمر عسير علي من حيث الفطرة، لأنه نشأ على عادة معينة، ولا يمكن الإنسان أن يغير عادته ما بين غمضة عين وانتباهتها، لابد من مرور زمن على الإنسان حتى تتغير طباعه. فكانت إحدى أزواجه تراجعه رضي الله تعالى عنه، وكان يعتب عليها وينهرها أنها تراجعه، فقالت له: يا ابن الخطاب، تعتب علينا أن نراجعك وابنتك حفصة وحفصة بنت عمر تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهجره إلى الليل؟ زوجته تقول له هذا الكلام بعد أن عتب عليها رضي الله تعالى.
قال خابت حفصة وخسرت، أتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهجره إلى الليل؟ يستعظم هذا الأمر. فقالت له إنها تفعل ذاك وتفعل ذاك أمهات المؤمنين. فيقول عمر ما أمسكت نفسي، فجمعت علي ثوبي وذهبت إلى حفصة بنت عمر، ذهب إليها إلى بيتها، وبعد أن سلم عليها رضي الله تعالى عنه قال لها يا حفصة أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهجرينه إلى الليل؟ قالت له نعم. ثم قال لها رضي الله تعالى عنه أما تخشين يا حفصة أن يغضب الله تعالى لغضب نبيه صلى الله عليه وسلم وأن ينزل عليك صاعقة فتهلكك؟ إن غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليك حينما تهجرينه حينما تراجعينه، أما تخشين يا حفصة أن يغضب الله تعالى لغضب نبيه صلى الله عليه وسلم؟ ويستعظم هذا الأمر جدا حينما رأى نساء قريش يراجعن أزواجهن، حفصة قرشية والنبي صلى الله عليه وسلم قرشي، فالأصل أن يغلب عليهم طبع قريش، لكن يقول إن نساء الأنصار أثرن على نساء المهاجرين. يقول ثم ذهبت إلى أم سلمة، أم سلمة كانت من أقارب عمر بن الخطاب، لذلك دخل عليها وسألها هذا الخبر، فأم سلمة أسكتته وقالت ما لك يا ابن الخطاب، أتكون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين نسائه؟ وأم سلمة قرشية، من أنت يا ابن الخطاب حتى تكون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين نسائه؟ عمر بن الخطاب غضب من هذا الأمر، وكان الأمر يعنيه كثيرا جدا أن تراجع النساء رسول الله وأن يهجرنه إلى الليل. فحينما جاءه الأنصاري وقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أزواجه، قال قد علمت أن هذا سيحصل، بمعنى أنهن كن يراجعن، ما الذي سيحصل من المراجعة؟ ما الذي سيحصل من هذا الهجر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يطلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء؟ فيقول جمعت ثوبي وانطلقت إلى حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها، فسألها رضي الله تعالى عنه أين رسول الله؟ أطلق رسول الله نساءه؟ قالت حفصة إني لا أعلم، أي هل طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه أم لا، وكانت حزينة باكية في موضعها. فقالت إنه هناك في المشربة، أي إنه قد اعتزل صلى الله عليه وسلم في موضعه. فيقول عمر رضي الله تعالى عنه فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في المسجد، ثم إنه بعد الصلاة كان من المعروف كان أنه يجلس مع الصحابة إلى حين طلوع الشمس. جاءت رواية الظاهر أن في إسنادها ضعفا أنه كان يمر على أزواجه في ذاك الوقت، لكن الأوجه أنه كان يمر بعد العصر. يقول بعد الصلاة دخل صلى الله عليه وسلم إلى غرفته إلى مشروبته تلك التي أعدها، فأراد عمر أن يستأذن، كان هناك غلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له استأذن لي رسول الله. يقول كان هنالك على المنبر على منبر رسول الله تحلق حوله بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء الصحابة الذين تحلقوا كانوا يبكون على هذا الوضع، أن يطلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه أمر عظيم جدا، أمر يهتز له مجتمع المدينة. فيقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول فاستأذنت، إلا أنه ذهب ذلكم الغلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يستأذنك عمر، فصمت النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يرد بشيء مما يعني أنه لا يأذن لأحد، فرجع إلى عمر وقال له لم يأذن لك رسول الله. يقول عمر فجلست مع هؤلاء القوم الجالسين الذين يبكون على هذا الواقع، الرسول صلى الله عليه وسلم اعتزل نساء طلقهن. ثم إنه بعد ذاك بعد هنيهة قام واستأذن مرة أخرى، قال استأذن لي رسول الله. في المرة الثانية صمت النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، فرجع عمر. وفي المرة الثالثة أيضا بعد أن جلس معهم جاء إلى هذا البواب الذي كان على باب النبي صلى الله عليه وسلم الحاجب، فقال له بصوت عال استأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه إن كان يعتب على حفصة
ويأمرني أن أقتلها فإني سأقتلها. ليعلم رسول الله أنني ما جئت متوسطا لحفصة، هذا مغزى الرسالة. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، أين أمرني أن أقتلها؟ هو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم من الحاكم، إن كان جرمها يستدعي أن تقتل فأنا من سيقتلها، هكذا يقول عمر بصوت عال. فالنبي فصمت النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى ورجع عمر، وفي رجوعه هذا ناداه ذلك الحاجب وهو رباح، جاء وقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبك. فجاء عمر إلى غرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مكانه وهو في حزن بالغ من هذا التصرف الذي حصل من أزواجه. وفي هذا الحزن الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر إنه أراد أن يدخل التبسم إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا رسول الله لو علمت كيف جئت إلى حفصة بنت عمر وقلت لها إننا أهل قريش كنا نغلب نساءنا، فجئنا الأنصار ووجدناهم رجالا تغلبهم نساؤهم. يذكر مثل هذا الأمر ليدخل التبسم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الواقع كما ترى يا رسول الله، النساء يغلبن الأنصار، النساء يتحكمن في رجال الأنصار وهذا الواقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم سري عنه قليلا فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الواقع، هذا التباين بين الأنصار وبين المهاجرين. فعمر حينما رأى هذا التبسم من النبي صلى الله عليه وسلم اطمأن إليه قليلا، ثم قال له عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو رأيتني حينما أتيت حفصة وقلت لها يا حفصة يا بنت عمر، قلت لها يا بنت عمر أغرك أن جارتك أوضأ منك وأحب إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أوضى أي أشد وضاءة، ويقصد بالجارة هنا عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن عائشة على هذا الحديث كانت أجمل من حفصة، أوضى أي كانت أبيض من حفصة وأحب إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنك تتصرفين هذا التصرف وتهجرين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنك تغترين أنه لن يغضب عنك، إياك أن تقتدي بعائشة، فعائشة أوضى منك أجمل منك. ف حينما تكون أحب إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم تعلمون أنه إن جاء الحبيب بالمساو بغيرها جاءت محاسنه بألف شفيع كما يقول الشاعر، محاسنها الكثيرة وقرب أبيها منه صلى الله عليه وسلم ستأتيها بألف شفيع. معنى ذلك أنك لا تغتري يا عائشة يا حفصة لهذا الأمر. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، ونطمأن عمر إلى الواقع أكثر، فقال يا رسول الله أطلقت نسائك؟ وقال لا يا عمر لم أطلقهن، أي أنه اعتزلهن صلى الله عليه وسلم فحسب. ثم قال عمر بن الخطاب فأبصرت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أر فيه إلا ثلاثة أثواب من الأدم، ثلاثة قطع من الجلد فقط، ولم أر في غرفة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا هذا ووسادة من ليف. فرق قلب عمر لهذا الواقع، يا رسول الله أهل فارس والروم فيما هم عليه من الخير ومن متاع هذه الحياة الدنيا وأنت رسول الله وليس في بيتك شيء يا رسول الله؟ قال له صلى الله عليه وسلم أفي شك أنت في الله يا ابن الخطاب؟ فقال لا يا رسول الله. ثم قال له صلى الله عليه وسلم أولئك أقوام عجلت لهم شهواتهم أو خيراتهم أو نعيمهم في الحياة الدنيا، أي أننا نبتغي ما عند الله تعالى. فيقول عمر كان ذلك درسا لي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد هذا الأمر وما كان يبتغي شيئا منه صلى الله عليه وسلم.